أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة في وصفة. حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة مختلفة وجديدة، يا رب تعجبكم وتكون خفيفة عليكم وتمس قلوبكم الجميلة. هنعرف فيها إجابات كتير عن تساؤلات أكتر بتدور جوانا كلنا. وأول سؤال، عارفة أنه هو بيدور جواكوا كلكوا دلوقتي؟ للإعلامية الجميلة أستاذة مها حسن، مش هي اللي قدمت الحلقة، بس إجابة السؤال ده مش هنلاقيها عند أي حد غير عندها هي وبس. طبعا احب ارحب بمشاهدين برنامج كلمه في وصفه، اهلا بيكم. وطبعا كان من فكرتي ان احنا نعمل شو شويه في البرنامج باختلافات بسيطه، اني انا ادي الثقه لملك ان هي حابه المجال ده او عايزه تلجا ليه فيما بعد، فكنت حابه ان انا اعملها شو شويه. بس طبعا هنقوم بدور اني انا الضيفه وهي المذيعه، هي اللي هتقوم بالحلقه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا وهي تدير الحلقة، أنا بس حابة أعرض أو أقول إن موهبتها الأساسية التمثيل، هي بتحب جدا تمثل وتمثيل مسرحي. فطبعا التمثيل المسرحي معروف إن هو صعب جدا جدا جدا، مش أي موهبة تقدر تعمل ده. وعلى فكرة هي عمرها صغير مش كبير، واسمها ملك أحمد عبد الوهاب. هي أخت الفنان الصاعد والملحن عمر أحمد عبد الوهاب اللي كان معانا في حلقات برضه قبل كده. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة معاها، أو هي تبدا حلقتها بقى النهارده معايا، احب اعرض لها بس فيديو من المسرحيه بتاعتها اللي هقدر اقول ان هي فعلا موهبه حقيقيه. وهنعرف بعد كده في حلقتنا هي ليه اتجهت او عايزه فيما بعد تتجه للاعلام. بعد اذنك يا استاذ محمد، ممكن الفيديو الخاص بالمسرحيه؟ ورجعنا لكم بعد المقطع الخاص بالمسرحية اللي ملك كانت ممثلة من أحد المواهب اللي كانت موجودة فيها. طبعا حضراتكم شفتوا مقطع صغير، بس لسه في مقطع تاني من نفس المسرحية، لأن المسرحية بتحتوى على نوع معين أو كانت عايزة توصل بيها رسالة معينة، وده برضه هنعرفه من الموهبة اللي معانا. بس أسيب لها الحلقة عشان تقدر تقوم بيها. وتفضلي يا ملك، اعتبريني بقى أنا الضيفة بتاعتك، اساليني السؤال اللي انت عايزاه. تمام، بس بالراحه كده، يعني خف عليا في الاسئله عشان انا لسه تاني مره ابقى ضيفه يعني. اتفضلي. تمام. اول سؤال احب اساله لحضرتك النهارده هيكون عن جيلنا الصاعد، اللي في يوم من الايام هيبقى هو اللي مسؤول عن بلده، يحميها وينهض بيها، وهو اللي هيكتب في تاريخ حضرتها. يا ترى من وجهه نظرك ايه رايك في الجيل بتاعنا؟ بصي، هو عامه الجيل متاح ليه فرص كتيره جدا، وخصوصا ان كمان صاعد مع التكنولوجيا اللي موجوده في دلوقتي في كل بيت تقريبا، من خلال الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما يعني. تاني حاجه، هم املهم الوحيد ان هم يتجهوا للحاجات الملفته الى الطريق الصحيح. بس
يعني ده يعني ده رأيي، ان هم يا ريت ياخدوا بالهم ان السوشيال ميديا او التكنولوجيا اللي حاليا مقيمين بيها او متابعينها عامة يستخدموها بطريقة مظبوطة، هيلاقوا منها ايجابيات كتير من السلبيات. تمام. طب من وجهة نظرك وحضرتك إعلامية كبيرة يعني مطلعة على كتير قوي من الحاجات اللي بتخفى على الجمهور العادي، من وجهة نظرك ممكن يكون ايه سبب تدهور ذوق الجيل الحالي سواء كان فني او ثقافي بالمنظر ده، او بمعنى اصح جيل المهرجانات زي ما بيتقال عليه دلوقتي؟ طيب بصي يا ملك، مبدئيا هنخلي السؤال ده في الاخر عشان انا عايزه يكون محتوى مهم جدا في حلقتنا، تمام، وعايزه ردي عليه يكون مناسب، اوكي. فانا بس حابه اعرف مشاهديني برضه عشان ما يتوهوش مني، عايزه اعرض بعض الصور لبعض الشخصيات اللي انت قمتي بيها، لان انت ما عملتيش تقريبا عمل واحد، انت عملتي اعمال كتير في المسرح. عايزه بس الصور بعد اذنك يا استاذ محمد، اتفضل. طبعا دي صور انتي شخصيات ليكي يا ملك، صح؟ اه. طب ما تكلميني كده، كل ما تشوفي صورة كده كلميني يعني قوليلي. دي كانت مسرحية حلم، كنت عاملاها وانا في تالتة اعدادي. كانت بتتكلم عموما عن الاحلام او ازاي نحقق احلامنا. تمام. كانت فكرتها شوية ان احنا في سيرك وبعض اعضاء السيرك اللي هم شغالين في السيرك جوه، كل واحد ليه حلم يا اما مش عارف يحققه يا اما يأس ان هو يحققه. والصورة الثانية، الصورة التانية دي كانت مسرحية فيها ايه؟ كانت بتتكلم عن الخير والشر. تمام. كنت انا قايمه بدور شيطان، وكان في معايا بنوته تانية قايمه بدور ملاك، وكانت بتتكلم ازاي يبقى في يعني ازاي الخير بينتصر على الشر او الشر بينتصر على الخير. تمام. دي مسرحية دنيا اللي هي المقطع اتعرض فيها من شوية، ودي كانت بتتكلم عن الدنيا. كنت انا يعني كانت واخدة طابع شوية الكوميدي، كنت انا واخدة من كنت انا طالعة في دور مارد براد. والفكرة كانت مختلفة شوية، لان الطبيعي ان لما المارد البراد بيطلع او المارد بيطلع الناس هي اللي بتطلب منه هو اللي بيحقق، لا كنت انا اللي بطلب هما اللي بيحقق. تمام. اللي بعدها، دي كانت مسرحية عن المولد النبوي السنة اللي فاتت في مدرسة سيكم. كانت بتتكلم عن المولد النبوي عموما يعني. تمام. واحنا في مناسبة برضو مولد النبي، يعني كل سنة وانت طيبة والأمة طيب. الإسلامية كلها طيبة، اتفضلي. دي هي دي كانت ايه؟ تقديم حفلة تخرج الثانوية العامة، كنت أنا قايمة بدور جنية، فكانت المفروض إن التقديمة كانت واخدة شكل مختلف شوية، اللي هو كان معايا بنوتة بتطلب وأنا المفروض إن أنا بحقق لها أمنيتها خلال فقرة معينة. تمام. طيب احنا كده يعني تقريبا، انا لو كنت نزلت صور اكتر من كده للشخصيات، انت عملتي كتير اعمال كتيرة قوي، تمام. اعتبري ضيفتك متطفلة شوية، وحابة اسألك بس سؤال عشان مشاهديني برضو ما يتوهش مني ومتابعين برنامجي. دلوقتي يا ملك، ليه اتجهتي للاعلام او حابة انك مسيرتك فيما بعد تبقى الاعلام؟ ليه مش عايزة تكملي مسرح او تمثيل؟ انا حابه مجال التقديم اكتر، حابه مجال الاعلام يبقى دي سكتي في المستقبل شويه، ان هو ما يبقاش سكتي المسرح او التمثيل، لان انا بحس نفسي اكتر ان انا وانا بقدم حاجه بقدم حفله، وانا قعدت فتره كبيره 6 سنين تقريبا بقدم حفلات تخرج الثانويه العامه عندنا في المدرسه وحفلات الاداره في العاشر عندنا. طيب نرجع بقى لسؤالك، اساليني بقى السؤال اللي انت كنت عايزه تسالي كده، انا ارتحت لما سالتك، اتفضلي. تمام. يا ترى من وجهة نظر حضرتك وحضرتك إعلامية كبيرة ومطلعة على كتير من الحاجات اللي بتخفى على الجمهور العادي، ممكن يكون ايه سبب تدهور ذوق الجيل الحالي سواء الفني او الثقافي بالمنظر ده، او هو جيل المهرجانات زي ما بتقولوا عليه؟ بصي يا ملك، هو مبدئيا جيل المهرجانات ده هيبقى ليه وقت وهيعدي، هيعدي يعني بشكل ما في اي وقت، بس المشكله الاثر السلبي اللي هيسيبه في الجيل ده، لان اثار المهرجانات اللي هي حاليا الشباب او المواهب كمان اللي بتبقى بتسمعها ما بتبقاش لصالحنا، بتسيب اثر سلبي جامد جدا في المجتمع. تمام. تاني حاجه برضو موضوع التلفزيون، ما هو ليه دور كبير جدا غير المهرجانات، زي مثلا الاعمال اللي بتنزل اللي هي مثلا مسرحيات، تلفزيونات، قصدي لا مؤاخذة، افلام، الكلام ده كله بتلاقي ان هي بتدي حق الشاب اكتر على موضوع ان هو يكون بلطجي، يعني اخد حقي بايدي ما ينفعش، لازم ان احنا عشان خاطر نشجع الشباب الحاجة المظبوطة او الحاجة الصح، لازم الاعلام والتلفزيون والمهرجانات، لازم الحاجات دي كلها تبقى مسيرتها واحدة بس،
بيتفقوا على حاجة واحدة بس، ان هم عايزين ينهضوا بشباب مش يخسفوا بيهم الارض بمعنى اصح. زي مثلا كنا زمان بنستنى في رمضان المسلسلات والافلام والحاجات اللي هي بتنزل لنا في رمضان مخصوصة لرمضان، معروف محتواها، هي بتتكلم عن قصة دينية او قصص الانبياء زي ما حاليا تقريبا ما فيش الكلام ده. المسلسلات نفسها كانوا بيراعوا جدا حتة العري في المسلسلات دي عشان ايام رمضان. لا احنا دلوقتي ما فيش الكلام ده، خلاص رمضان جه يعني 24 مسلسل في يمكن في ال 24 ساعة، فده ما ينفعش. لازم النقابة تكون ليها دور كبير جدا، وخاصة ان احنا يعني رمضان خلاص بقى عليه كام شهر، واكيد بيشتغلوا في ده من دلوقتي، ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي هنوافق عليها ان هي تتعرض حتى في ايام رمضان، عشان حتى الشباب اللي طالعه دلوقتي سواء كان جيل مهرجانات او جيل شباب عاديه يعني بيتفرجوا بس من خلال التلفزيون، لان في شباب كتير قوي ما بتسمعش مهرجانات، مش ذوقها. تمام، يعني مثلا انا عندي بنتي تسمع ابني لا، او ابني يسمع بنتي لا كده بس. وبرده ده بيرجع للمسرحيات اللي هي بتتقدم محتواها بيتكلم عن ايه، قصتها بتشجع الشاب او المشاهد على ايه. وده طبعا اكيد انت كلميني بقى يا ملك عنه، اللي عملتوه في المسرحيه تقريبا كان محتواها او هدفكم من القصه بتاعتها ان انتوا تدوا معلومه او معلومات او حاجات الشباب تستنفع بيها. وممكن انت تكلميني، يمكن انت ادرى واحده تكلميني عن المسرحيه بتاعتك، عشان كده انا اخترت المسرحيه دي من ضمن اعمالك. هي المسرحيه اللي انا عملتها اللي هي دنيا اللي اتعرض منها مقطع من شويه، هي كانت بتتكلم ان هو فكرتها عموما ان هو واحده طالعه بقى لها 2000 سنه في مكان اللي هو البرود، طالعه بتطلب من الشباب اللي قابلتهم اللي هم كانوا بيقوموا برحله ولقوا البراد وطلعوها منه، انها تروح الدنيا تشوف اللي بيحصل فيها دلوقتي كانت زي زمان ما هي كانت موجوده او بقت مختلفه. فلما دخلت الدنيا لقيتها مختلفه تماما، لقيتها مليانه حقد وغيره وعادات مش كانتش موجوده قبل كده، وكمان ظاهره سرقه الاعضاء لقيتها موجوده، ودي ظهرت من خلال موقف حصل في المسرحيه. فهي في اخر المسرحيه خالص، ده المقطع اللي حضرتك هتعرضيه كمان شويه، بدات تقول لا انا عايزه ارجع المكان اللي كنت فيه تاني لان المكان ده مش حلو. ممكن نوقف دقيقه نرجع بس او نعرض المقطع الفيديو بعد اذنك يا استاذ محمد. اعرض لي اتفضل التاني اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تهزرين 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 ما ولا ما كله لو فضلنا بالاحلام واللي دي هنكون كلنا واحد ورا كفايه بقى. ماله حرام حرام الدنيا دي، انا مش عايزاها مش عايزاها، انا خايف بجد خايف بجد. الدنيا بقت مليانه حقد ونميمه وكده، انا اخري من اخوها صليت الوقت عشان مركز ولا منطق الضمير نايم خفيان. الكل بيضرب الكل عشان الدنيا الدنيا. لا 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 الدنيا دي انا مش عايزه مش عايزه ده كان المقطع الثاني من المسرحية اللي قامت بيها ملك، أو قامت من ضمن المواهب بمسرحيتها. طيب ملك أسيب لك الحلقة تاني، حابة تسألي إيه؟ تمام، هو في آخر حلقتنا
احب اوجه لحضرتك سؤال معين. لو انا اديت حضرتك وردتين وكل ورده جواها رساله، تحبي تهديهم لمين وتقولي لهم ايه؟ ماشي، احنا ما اتفقناش على السؤال ده، بس ماشي مفيش مشكله. بصي، هي اول ورده هتكون طبعا لاولادي ومجتمعي انا الخاص. وطبعا مش هقول الكلمه اللي هقولها لهم ايه، لان هي ما ينفعش ان هي تتقال، هي بتتحس بس. لكن الورده الثانيه ممكن اديها للفقراء بس، يعني دول اكتر حاجه يعني بيصعبوا عليا او بيصعبوا على الناس كلهم والله، يعينهم في ظروف البلد بس مش اكتر. قولي حاجه تاني. تحبي توجهي رساله للمشاهدين او رساله لاي حد معين غير اللي حضرتك قلتي عليهم؟ هو عامه التوجيه اللي انا حابه بس اوجهه موضوع، هنرجع تاني لموضوع الانتاج والسيناريست والحوار او المؤلف والمخرج. الكلام ده كله كل من ليه يد في المسلسلات اللي هتتعرض بالله عليكم في شهر رمضان. عايزين بس يكون الرقابه واعيه جدا جدا في الامور دي. للاسف يا ملك وقت حلقتي خلص. طبعا انا بقى اللي حابه اختم باخر سؤال ليكي، نفسك في ايه فيما بعد؟ نفسي ابقى اعلاميه مشهوره وناجحه ومحبوبه من كل الناس. ان شاء الله ربنا يحقق لها اللي هي نفسها فيه. وطبعا انا بس حابه اقول حاجه، ان احنا عملت تغيير بسيط زي كده في الحلقه عشان خاطر هي بجد نفسها تلجا لموضوع الاعلام فيما بعد، او حابه الموهبه دي تكون عندها، ما حبتش ان هي تكمل في التمثيل. هو ممكن يكون السبب الاساسي، طبعا انا اتكلمت معاها قبل الحلقه، بس السبب الاساسي القيود اللي بتحط فيهم اي موهبه صغيره زي كده وبتلجا لموضوع التمثيل، بيبقى فيه قيود او احتمالات ان هي تتحط فيها زي اختبارات، وهي كبنوته مش حابه ده عشان خاطر يعني. ممكن انت تقولي لي برضو يا ملك، يعني قولي يعني سريعا كده مفيش مشكله. انا مش حابه اعبر عن ده لان انت اكتر واحده حاسه بده من جواكي، فممكن تقولي مش حابه ليه موضوع انك تكملي تمثيل برغم ان انا شايفه انك ما شاء الله عليكي. انا شايفه ان مجال الاعلام هيبقى افضل بكتير قوي بالنسبه لي كبنوته او كأنثى من مجال المسرح او السينما، لان المجال نفسه مش مناسب لاي بنت. مناسب ممكن يكون مناسب للولاد، بس انا شايفه ان مجال الاعلام مناسب ليا اكتر. بصي، هو يعني انا معاكي في الحته دي شويه، ان هو مش مناسب لاي بنت. لا، هي في قيود بتايد ان احنا كبنات بنظهر في شكل لائق، ان احنا ما ينفعش نتخطاه ده ما بيننا وما بين اسرتنا، صح كده؟ تمام، عشان ما نبقاش غلطانين. طيب، للاسف وقت حلقتي خلص، ويا رب نكون كانت الحلقه خفيفه وممتعه ليكم. طبعا احب قبل ما اختم حلقتي يعني انا مبسوطه ان انت كنتي معانا يا ملك، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وتكوني تبداي في اول خطوات ليكي زي عمر باذن الله ان شاء الله. للاسف وقت حلقتي خلص اعزائي المشاهدين، واحب اشكر فريق العمل وكل كرو الصحه والجمال، والى اللقاء الحلقه القادمه ان شاء الله.